بالنسبة لسؤالك الكريم، هو النشاطات المبرمجة في حقيقة الحال، يعني القانون نراه، القانون نراه مسطر، قانون واضح ومسطر وموضح للأعمال والمجالس اللي يقوم بها. على الجانب الإداري يقول لك على تقريبا لمدة شهر من دخول مدرسي اجتماع التنسيق الإداري يعقد كل يوم. صحيح. بعد شهر يقول لك يعقد على الأقل مرة في الأسبوع، هذا في الجانب الإداري. بالنسبة للجانب البيداغوجي، أكيد حضور الأساتذة والاجتماع سواء مع الإدارة ولا مع رئيس مصلحة البيداغوجية اللي هو السيد الناظر للتحضير كما أشرنا ليه سابقا، لأنه دائما وين يكون التنسيق مليح، وين يكون التنسيق جيد، وين تسمع الآراء نتاع السادة الأساتذة رايح تضمن الاستقرار. صحيح. لو يكون الأستاذ مشارك في عملية الإسناد، لو يكون الأستاذ مشارك في عملية التنظيم التربوي، لو يكون مقدم مقترحاته وتسمع ليه، أكيد راح يكون الشيء العمل اللي راك تخدم به مهما كان صحيح. إداري أو بيداغوجي راح يكون ناجح. بالضبط. وبالتالي المجالس راه محددها القانون، كاين مجالس تعليم اللي لازمها تعقد أخذ أو السماع أو الاستئناس بآراء الأساتذة، تحديد القائمة على الأساتذة اللي راحين يسندوا ليهم الأقسام النهائية. احنا ما نقولوش الأقسام النهائية هي المهمة، ولكن نقول الأقسام النهائية لأنها راح تختتم بشهادة البكالوريا. نعم. وهي في نهاية الموسم، وهي المؤشر التي تؤدي جدية المؤسسة ورايح عندك الوقت باش تطالع على قائمة والله مجموع الأساتذة اللي التحقوا بيك. صح. هل هم مقدم مجدد؟ هذا اللي راح يعطي لك نظرة ويساعدك في عملية الإسناد وعملية التوزيع. وبالتالي أنا نقول إذا كان وسعنا الاستشارة، وسعنا السماع الآراء للسادة الأساتذة، إذا كان أخذنا براهم أكيد راح يكون، لأنه العمود الفقري للجانب البيداغوجي هو الإسناد والتنظيم التربوي، لأنه راح يحدد سيرورة المؤسسة عام كامل، وتكون عملية التكوين وتهيئة التلميذ وتحضيره سواء سنة ثالثة تحضيره لشهادة البكالوريا أو المستويين الآخرين، السنة الأولى تحضروا باش يطلع للسنة الثانية، السنة الثانية تحضروا باش يكون راح يكون ناجح وفعال.